السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. هذا الفيديو بدنا نحل مشكلة تشغيل الفيديوهات تلقائيا في تطبيق اب ستور على الايفون. لما نكون عم ننزل تطبيق ما خلونا نشوف، فبنلاقي الفيديوهات عم تشتغل بشكل تلقائي، يعني مطرح ما بيكون في فيديوهات. طبعا في التطبيقات اللي بيكون فيها فيديوهات كنا عم ننزل فجأة مثل ما ملاحظين اشتغل تلقائي، فراح نحل هاي المشكلة بهذا الفيديو لحتى نوفر بيانات وما يعود يفتح اي فيديو تلقائي. الحل بسيط، تعرفوا كيف وشلون، ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. مثل ما حكينا رح نحل مشكلة تشغيل الفيديوهات تلقائيا في اب ستور. قبل ما تابع شرح الخطوة، اتمنى اول شيء منكم تدعموا قناتنا هاي، وذلك بالضغط على زر اعجاب لهذا الفيديو وتفعيل زر الجرس. لو استفدتم من الفيديو ادعمونا بميزة شكر. طيب اول شيء رح نتجه الى الاعدادات للهاتف. طبعا بعدها رح ننزل اخر شيء عندنا تطبيق اب ستور، خلونا نفوت عليه. رح ننزل شوي لتحت، رح نلاقي خيار اسمه تشغيل الفيديو تلقائيا. بكل بساطه بنحدد خيار ايقاف، ما بقى يشتغل الفيديو ابدا تلقائيا.